بسم الله، نبتدي معاكم حلقة جديدة من برنامج بروفايل. بروفايلنا عبارة عن بطاقة تعريفية جميلة لكل مبدعين عندنا هني في الكيان الوطني الكويتي الرائع. تحدي رجال الإطفاء، وسالفة رجال الإطفاء اللي يمزجوا ما بين هذا المسمى وما بين الرياضة عشان يبوا لنا إنجازات باسم الكويت، هذا اللي راح نعرفه، لكن متى؟ بعد هذا التقرير المختص بأخونا سالم الفضالة. ريبورت وراجع لكم، خلكم معنا. تعتبر بطولة تحدي رجال الإطفاء من البطولات التي تهدف إلى تقوية أواصر العلاقات المهنية والإنسانية والثقافية والرياضية بين رجال الإطفاء في العالم، حيث تعتمد بطولة سباق التحدي على القوة والتركيز والسرعة لدى رجل الإطفاء من خلال سباق مع الزمن عن طريق تنفيذ 7 مراحل ومهام ضمن مدة لا تتجاوز 1:40 فقط للفوز. وتعد المراحل من المهام اليومية التي يواجهها رجل الإطفاء والإنقاذ أثناء الحوادث. ضيف حلقة اليوم الكابتن سالم الفضالة، لاعب فريق شركة النفط، حيث حصد البطل الفضالة ميداليات متنوعة في بطولات التحدي لرجال الإطفاء في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات من أجل رفع علم الكويت عاليا في المحافل العالمية. ورجعنا نتواصل معكم مرة ثانية، وتحدي رجال الإطفاء أخونا سالم الفضالة، حياك الله معنا، منورنا ومشرفنا. الله يحييك ويبقيك يا أخوي، ما قصرت. الله يسلمك، حق واجب، وبالعكس اللي ما في خير بعيال ديرته وعيال خلنا نقول بلاده ما في خير بنفسه. في البداية كابتن سالم، حدثنا عن دخولك مجال الرياضة وبالأخص تحدي رجال الإطفاء. أول شيء مساكم الله بالخير ومشكورين على دعوتكم لي. بالنسبة حق الرياضة، رياضة رجال الإطفاء، بالبداية أول شيء ب2013 ربعي اللي طبعاً كانوا فريق قبلنا شاركوا بسوق شرق، كانت الفعاليات تتم سنوية تقريباً 2 صارت بسوق شرق، بعدين وقفوها، كانت تتم بيوم رجل الإطفاء بسوق شرق. أول ما رحت لهم كمشجع حلو، واحد من الربع قال لي أبيك السنة الجاية معاي، وسبحان الله قلت له والله راح أكون موجود، وإن شاء الله إن شاء الله إني أقدر أسوي شيء. وفعلا السنة اللي بعدها دشيت، بس يوم دشيت طبعا على قولتهم ما دشيت مني والطريق، كنت مستهين باللعبة، شفتها عادية، اللي يشوفها غير اللي يجربها. صحيح، أنا شفتها عادية، دشيت استرتشات أوكي أموري طيبة، على بنا بجرب، كلمت مدير اللعبة بجرب نفسي، قال لي جرب. دشيت بالطوفة. دشيت بالطوفة. بتفند المصطلح هذا، شلون دشيت بالطوفة؟ أول شيء طبعًا أنا كنت شايف اللعبة عادية، أول ما دشيت لبست الجهاز واللبس كامل، أول ما حطيت الجهاز افترت فيني الدنيا. زين. أوكي رجل إطفاء ودش حرايق وهذا، بس إن اللعبة غير، لها رهبتها، ليه الحين لها رهبتها. أول ما دشيت لبست الجهاز افترت فيني الدنيا، يقول لي جاهز أقول له لا، يقول لي جاهز أقول له لا، آخر شيء قلت خلاص. صحيح، فيها احنا عندنا نفس تيست بمركز تدريبنا اللي هو بالاحمدي، 3 ادوار، صعدت اول دور، ثاني دور، ثالث دور، بلشت الريل تلعب. حلو، حطيت الهوز، طبعا تصعد فوق بيدك 20 كيلو هوز، حاطه على كتفه بلبس كامل تحت الاندر اير يسمونه، تحط الهوز وتسحب، بلشت اسحب خلاص قاعد افكر اني ما ابي اكمل بوقف، رفيجي الله يذكره بالخير محمد القلاف يقول لي سالم كمل سالم كمل، هو واحد من الناس اللي خلوني اكمل واوصل اللي انا فيه الحين ما شاء الله. وكملت طقه 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 طقه، طبعا كل ما من بوزيشن لبوزيشن تنصدم باللي قاعد يصير لك، تفتر الدنيا زياده فلاشات، شو اللي قاعد يصير، شو اللي قاعد يصير، انت يعني ببالي انا اللعبه عاديه صدق، كل من بوزيشن لبوزيشن انت قاعد ريلك قاعد تكفل، الهارت ريت قاعد يصعد وايد، خلصتها بس برقم الله لا يوريك يعني 2:50. من بعدها قلصت الرقم هذا وصولا الى ما انت عليه، الحمد لله. الحمد لله. اذا لو نتكلم عن مراحل السباق،
تمام. باخذها عكس عكوس، تمم لك الخير. بتكلم عن مراحل السباق عشان بعدها ابي ادش بحياه سالم الفضاله الشخصيه، وابي اشوف شلون هو يجهز للسباق او يجهز لاي سباق قبل الله يدخله. مراحل السباق عشان تفوز انت، عندنا اليوم لعبه تحدي رجال الاطفاء، وين الستارت وين الفينش وشلون تفوز؟ الستارت طبعا قلت لك اللبس كامل، حلو، جهاز تنفس، تشبك الهواء، في عندك اربع طوابق، وفي عندك هوز وزنه 20 كيلو. هذا البرج طبعا. هذا البرج. حلو. تحط الهوز على كتفك وتصعد اربع ادوار. في بوكس، تحط الهوز بالبوكس وتسحب هم 20 كيلو من تحت لغاية فوق اللي هي 12-13 متر تقريبا، وتحط الهوز داخل البوكس. حلو. هذا الهوز داخل البوكس نزلني من 12 ترتيب 12 على العالم، سواني 20 على العالم. الحين أقول لك بس سب البوكس، سب البوكس هذا أنا. بس أخلص وأقول لك السالفة. تحط الهوز بالبوكس وتنزل اعتبة اعتبة، طبعا بالصعدة عادي تخطر، بالنزلة لا اعتبة اعتبة. حلو. تنزل طول البرج، اول ما تنزل في عندك هامر مطرقه تصعد فوقها، تقريبا وزنها 120 كيلو ما شاء الله، ترجعها متر ونص لورا، تخلص في نفس مربع صغير تحط الهامر فيه وتركض بشكل متعرج 25 متر، هوز ماي تاخذه وتركض فيه هم 25 متر في تارجت قدامك. هذا عذاب يا اخوي. الهوز هذا هم من 100 ل 120 كيلو لانه مضغوط ماي ما شاء الله، فتركض فيه في تارجت قدامك، تصوب التارجت وتسكر الماي وتروح حق المصاب اللي هو الكاجوليتي، اخر مهمه 85 كيلو 30 متر لورا. وهنا بعد ما معطينك ب 55 60 كيلو، لا 85، 85 85 انت طبعا عقب هذا كله توصل للريل بس باليلا تشيلك تكون خالص. هذه هي. حلو. هذه مراحل السباق. زين مراحل التجهيز لهذا السباق، على سبيل المثال انا بدخل السباق هذا مال تحدي رجال الاطفاء، انت اعطيتني التشيك بوينتس المختلفه، اعطيتني الستارت، اعطيتني الفينش، لكن شنو يسوي سالم الفضاله بحياته الشخصيه عشان يجهز لبطوله معينه؟ تبي لي بطوله ولا تبي اول ما بلشت؟ لا ابي لبطوله. لبطوله وصلنا للاسم الجميل. انا اقول لك في تجهيز عام، اعداد عام واعداد خاص. حلو. تمام. اعداد عام انا الحمد لله طول السنه شغال مع كابتن يوسف البقصمي، طبعا الفضل من بعد الله وصولي لي هل اللي انا فيه. كروسفيت طول السنه، كروسفيت. حلو. بعد طبعا لما اكلمك انا تمرين يعني ادش الساعه 12 الظهر اطلع 3 4 العصر. تمرين ب 45 دقيقه تمرين تمرين. لا ما في الحكي هذا. حلو. تمرين زين طول السنه شغال شيء. قبل البطوله بثلاث اشهر يصير اعداد خاص اللي هو شغل شويه مطافي زياده، اللي هي قوة تحمل زيادة، تصير شغلك على البرج زيادة، بينك وبين ربعك كوميونيكيشن عشان التسليم والاستلام. حلو. يصير شغلك على البرج، كل ما زدت شغلك على البرج أنت ترتاح أكثر. حلو. رهبة الملعب تروح منك، طبعا هي ما تروح بس إنه تكون متعود على المكان، تخفف من حدتها شوي. تخفف من حدتها. حلو. إنزين ما شاء الله قاعد أشوف لا إله إلا الله الجسم والبنية العضلية رياضية 100%، ماكو مكابيس، ماكو هالامور، ماكو هذا. لا. في تجهيزات معينه حتى المتعلقه خلينا نقول بالنظام الغذائي. صحيح. اللي انت تتبعه. صحيح. طول السنه ولا فتره معينه قبل البطوله اثناء البطوله؟ انا كسالم طول السنه. طول السنه للامانه، طول السنه اقول لك يمكن كل ثلاث اسابيع زواره اكل. حلو. ولا غير شيء اكلي معاي ورايح. حلو. ما في حلويات، ما حلويات، رمضان ما رمضان، ما في الامور هذه، ما في اشبره. حلو. إذا وصل المرحلة اللي أنت فيها أخوي سالم، كل إنسان لازم إذا وصل إلى ليفل معين إنزين يتبع بروسيجر معين عشان يحافظ على هذا الليفل. سهل جدا أن أي إنسان يوصل. صحيح. إنزين لكن الأصعب جدا أنك تحافظ على المرحلة اللي أنت وصلت لها، هذا بحد ذاته حمل، أن أنت قاعد تصنف على العالم. صحيح. مركز 12 على العالم، تنزل تصعد غيره من هذه الأمور، شلون قادر تحافظ على مركزك هذا؟ وهذا بحد ذاته صراع نفسي خلنا نقول. أول شيء الشيء اللي حاطه قدامي إني هو إني أكون رافع علم الكويت دائما. كفو. هذا أول شيء، وما أبي أخيب أمل أحد دق الصدر فيني وقال سالم راح يسوي. حلو. ويوم من الأيام تحديت أبوي أنا، طبعا بالخير، أنا كنت مسوي حادث. تحدي الإيجابي. إيه أنا كنت مسوي حادث وريلي صياخ وبراغي وشي، فيقول لي سالم هذه اللعبة لا تلعبها، راح تأذيك وما راح تقدر، والحمد لله اليوم هو يشهد لي بهالشيء ما شاء الله. فهذا الشيء
عسى ربي يعطيك طولة العمر عمي ودائما يبارك لك في هذا الابن البار ويوريك فيه باذن الله يعني ابعد وابعد الاشياء الجميله اللي انت ترياها واللي كل الكويت يتريونها. زين الله يسلمك ويخليك. كل بطوله كل رياضه كل لعبه من وراها هدف معين. المساله مو مساله ان سالم كسر رقمه مال السنه اللي فاتت صحيح او يمشي ويكسر ارقامه مال السنه اللي فاتت. اكيد في هدف، اكيد في رساله انتوا تبون توصلونها من وراء تحدي رجال الاطفاء. شنو الرساله وشنو الهدف سالم؟ الرساله والهدف طال عمرك قبل سنتين يوم رحنا اول بطوله بطوله العالم كنا نطالعهم برا واحنا متعجبين هذول شنو قاعد يسوون، ولا كان احد فيهم يعرف شنو الكويت. بس الكويت يوم الامارات يوم السعوديه عرفوا الكويت. انتوا الحين تعيشون بخيمه؟ الحين عرفوا الكويت كذي. اخر بطوله الحمد لله رفعوا العلم بأعلى برج عندهم ما شاء الله وعرفوا شنو الكويت وقاموا يخافون من الكويت. هذا اللي احنا نبيه صدق، عشان لما اقول لك الكويت ولا هذا الكويت ولا هذا اللي احنا نبيه. وصلنا لشيء اخر، بما انك انت اول كويتي عربي ينضم الى جروب لاين دين. صحيح. ايش سالفه الجروب هذا وشلون انضميت له وشنو يعني الجروب هذا؟ انا اقول لك، في بطوله تكساس طبعا كان تجهيز عادي، رايحين تجهيز بطوله في بطوله تكساس كبابيسهم ولادر والحركات. كنا في بطوله الولايات بعدها بطوله العالم. حلو. احنا طبعا الشركه دازتنا اساس ان نخلص البطوله هذه وراها بطوله العالم. دشينا البطوله هذه للامانه ما كنت ادري شنو في لاين دين ما كنت، بس كان ببالي اني احقق رقم جديد. حلو. هذا اللي ببالي وبشوف التعب اللي انا تعبته لوين وصلت. دش صاحبي لعب ما ادري كم ياب، انا بعد على طول لان ارقامنا تحت بعض. يوم دشيت لعبت اول ما خلصت كان اسمع صفاره، انا ما ادري ليه الحين شلت اغراضي مشيت اشوف مين ادوني تعال تعال. يوم رحت ولا المقدم نفسه يبارك لي ويقول لي ان انت انضميت لي هالجروب اللي هو اللاين دين وفي لك تكريم بعد كم يوم اساس ان انت كسرت الرقم اللي هو شنو طبعا لازم تجيب تحت الدقيقه و40 اساس انك تدش مع هالجروب هذا، وبناء عليه يتم تكريمك ويعطونك الجاكيت. بس هذه الجاكيت هذا اللي راح نشوفه بعد الفاصل. هذا راح نكمل وابي اشوف ايش سالفه تكريم كاليفورنيا وسالفه ولايه كاليفورنيا من بعد تكساس مع اخونا سالم الفضاله، لكن بعد هذا الفاصل خلكم معانا. فاصل نرجع نتواصل معكم مره ثانيه ببروفايل. ورجعنا نتواصل معكم مره ثانيه وحلقه اخونا سالم الفضاله. وقبل لا نروح حق كاليفورنيا نبي نروح حق فيرجينيا ونبي نشوف الانجازين الجميلين اللي حققتهم في فيرجينيا. اول شيء طبعا يوم رحنا فيرجينيا رحنا انا واخوي محمد القلاف. حلو. طبعا رحنا قبل الربع لان كان عندهم دوامات وما قدروا يطلعون، فاحنا قلنا بنروح نجرب نفسنا بهالبطوله ونهيئ نفسنا حق بطوله العالم. ممتاز. وانا بقيس نفسي بشوف وين وصلت. رحنا وكان من حسن حظنا اخونا من الاداره العامه هناك محمد خاجه كان معانا. لعبت انا فردي والحمد لله حصلت على المركز الثالث، بس كان الوقت يعني دقيقه 37. ولعبت زوجي مع اخوي محمد خاجه وحصلنا المركز الثالث. ولعبنا جماعي، طبعا الجماعي هم انصدموا هني عرفوا الكويت. اول شيء كانوا قايلين لا هذا مو معاكم، بعدين قالوا الكويت يلا عادي ماكو مشكله دخلوهم. حلو. انصدموا يوم خذينا المركز الاول والحمد لله كان هذا اول انجاز لنا ما شاء الله كمركز اول تاخذ على الولايات. ف حطني بموقف ان لازم ان انا ما اغير البوزيشن هذا. هذا اللي يخرع لما اقول لك يا اخوي سالم توصل لليفل معين ما تقدر تنزل عنه، لازم تصعد. لازم تصعد او تتم نفس ما انت على الاقل. صحيح. هذه هي. حلو. فالحمد لله طلعنا من الولايه هذه ان احنا رافعين علم الكويت فوق. حلو. البطوله اللي بعدها على طول رحنا لميزوري. لعبنا انا وعبد الله. عبد الله بدو. طبعا عبد الله بدو الحين هو اهم عضو باللاين دين. خذاها هالسنه. كان معانا السنه اللي فاتت احد المبدعين الجميلين في تحدي الجاله. صحيح صحيح. والحمد لله انا معاه حققنا افضل رقم بالشرق الاوسط بالنسبه حق الزوجي ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. وصولا الى ساكرامنتو كاليفورنيا
ساكرامنتو طبعا هذه كانت من اجمل اجمل الانجازات. انا استاذ ما يقولون اجمل ان كويتي ياخذ الثاني عالميا، انت قاعد تتكلم عالميا، الله مو اقل من 80 90 دوله مشاركين، ما شاء الله 300 400 اطفائي مشاركين، تاخذ انت الثاني على العالم وايد تكفى كبيرة. سالم بوز بوز هني نرجع نحصن عيالنا واخواننا ونقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يا جماعه العين حق، وانجازات عيالنا واخواننا يعني لا اله الا الله جميله. الحين انا اقدر اكمل الحوار. تفضل اسلم يا اخوي. لا انت اللي تفضل. حصلناك وخلصنا. زين يسلمك ويخليك. فنكمل. فلما الكويتي من بد 300 400 شخص مشارك ياخذ المركز الثاني، هذا انجاز. هذا انجاز. اي صدق هذا انجاز. انزين اللي ما حد كان متوقع وسووا لنا ما ادري حفره كمين انا ماني عارف للامانه، كانوا يبي يطلعونا. حلو بس لعبنا احنا مع كنديين على الثالث والرابع. حلو. بينهم يتاهل الاول والثاني. الحين هو ما له شغل فيك، تطيح ما تطيح فاول ما له الحق انه يعيد. احنا يوم طفناهم لاخر شيء طبعا للجماعي، فئة الجماعي انا اكلمك، كل واحد له بوزيشن. صحيح. البوزيشن الاخير اخوي عبد الرحمن العلي طبعا ملك الدميه. ما شاء الله. ليش شال الدميه ما حد يلحق معاه. لا اله الا الله. فصبق الكندي. هذاك تعرشب وطاح. يوم تعرشب وطاح سووا لويا الزل كان شويه عوي من دي طالع ما ادري هو اللي عرشبني وقالوا لنا عيدوا. قلنا احنا ما راح نعيد. احنا يبا هذول يفوزون مع السلامه احنا نمشي. قالوا خلاص احنا نخليهم يلعبون اذا يابوا اقل من رقمكم. يدشون مكانكم، ما يابوا اقل من رقمكم، لا اذا يابوا اقل من رقمكم تعيدون مع بعض، ما يابوا خلاص. احنا طبعا زعلنا قعدنا برا. ربك الحمد لله ما يابوا. الحمد لله. وطلعوا ولعبنا على الاول والثاني، والحمد لله خذينا الثاني. الثاني مو هين، انا اكلمك قبل سنتين والله نقعد برا قاعد نشوف شنو هذول شو يسوون العالم. انا واحد من الناس رحت يعني قمت اراقب الابطال، هذا شنو ياكل؟ شنو يلعب؟ شنو يسوي؟ عشان يوصل لهالمرحله، عشان يوصل كذي، هذا شنو قاعد يسوي؟ لان اللي قاعد نشوفه مو شيء طبيعي. بس هالسنه هذه لا الحمد لله كلهم شافوا احنا شنو اللي الناس اللي احنا كنا نسويه، الناس قامت تيجي تسويه معانا، تسالنا انتم ايش قاعد تسوون. الحمد لله. خلينا نتكلم اخوي سالم عن تحقيقك انزين لافضل رقم لفئه الزوجي ببطوله ميزوري. يعني احنا اللي سمعناه من خلال الريسيرش اللي سويناه وغيره من هذه الامور، وحتى الاسئله اللي طرحناها عليك قبل اللقاء، ان الموضوع هذا ما يا من واقع صدفه، هذا الموضوع خاصه كان له تجهيز من نوع آخر. صحيح. البطولة جهزتوا لها من الألف إلى الياء، شنو نوع التجهيز اللي جهزته؟ للأمانة مثل ما قلت لك هو الإعداد العام بيني وبين عبد الله، طبعاً عبد الله بدو أخوي. إحنا طول السنة متواصلين مع بعض، صدقنا هو زام وأنا زام، بس متواصلين مع بعض لأن إحنا مقررين إن نلعب زوجي مع بعض ولازم نجيب شيء. حلو. فكنا نرتب أنا معاه شلون نطلع من الزام ونتمرن مع بعض. كان هو يتمرن بروحه كروسفيت وانا بروحي كروسفيت، بس الاعداد الخاص اللي هو صار وايد تاتش بيني وبينه على البرج نفسه. حلو. يوم بعد يوم عندكم بالاحمدي. حلو. يوم بعد يوم طبعا هو جرب الصعده بعدين انا جربت البوزيشن. لما تصيد لك البوزيشن يعني اللي انت تكون احسن فيه يناسبك وهو يناسبه. صحيح. بناء عليه اتبعنا الخطه والحمد لله ومشت الخطه. ومشت الحمد لله. الحمد لله. منه. انزين هل الاحتكاك مع رجال الاطفاء العالميين انزين والناس هذه اللي لها باع طويل في هذا المجال يطور؟ اكيد يطور. هو شلون من اي ناحيه؟ طبعا بني ادم طماع، ما يبي واحد احسن منه. طمع الايجابي هذا انا طمع الايجابي اكيد طمع الايجابي ما يبي واحد احسن منه. واحد قاعد يصبقك انت ما تبي تخليه يصبقك، صبقك اليوم لازم تجهز له وتصبقه باكر. ممتاز. فهذه هي ما راح اخلي. حلو. زين احنا شفنا نفس البطولات هذه لكن مصغره عندنا بالكويت على سكيل محلي، خلينا نقول متى راح نشوف هذه البطولات العالميه تقام عندنا بالكويت واحنا عندنا كل الامكانات من الالف الى الياء؟ الحين انا بك تحت مواقع غصه شي تطلع اللي قلبك شاغبك عليه. خوفك يزعلون. احنا ما نبي نزعل، احنا نوصل رساله والمعني بهذه الرساله من الممكن يعطينا الشيء الايجابي اللي احنا نبي ان شاء الله. للامانه هي كانت تصير كل سنة بالكويت من سنتين، وصار لها ثلاث سنين تقريباً موقفينها، ما في سبونسر أو ما في راعي لها، ما في راعي رسمي للبطولة هذه، ما في أحد راضي يرعاها. حلو. ليش؟ ماني عارف.
اضطرينا ان احنا نروح نشارك بابو ظبي. بابو ظبي كانوا فاتحينها عالميا، تصير سنه عالميه وسنه خليجيه. احنا ما عندنا كذي، وكلمناهم ويبنا ناس اساس يمسكون، بس انه بينهم وبين بعض ما حد راضي، ما ادري ليش، مع ان الناس موجودين وكلهم متمنين يجون يلعبون. ما رادها تفرج، ما رادها تفرج ان شاء الله. زين، شنو اهم الصعوبات والعراقيل اللي ممكن تواجه اخوي سالم الفضاله او اي شخص يلعب لعبه تحدي رجال الاطفاء؟ اي رياضه، مو شرط تحدي رجال الاطفاء، اذا واحد يبي ينجز وايد راح تصير له صعوبات. اول شيء بيتك، اول شيء بيتك. بيتك شلون توازي او تتعايش مع الامور المعنيه بالبيت؟ للامانه يعني انا قايل لهم اوصل حق هدفي بعدين انا هد كل شيء لكم. حلو، بس خلنا اوصل للهدف. يعني عفوا انا ماني ما قاعد اسوي شيء غلط، بالنهايه هذه رياضه وهذا صحيح. انجاز، وانت قاعد ترفع اسم الكويت فوق. صحيح. فاذا اهلك ما يوقفون معاك عفوا اي، فلازم يقدرون. وان شاء الله ان شاء الله هالسنه هذه ان شاء الله يا رب نوصل حق اللي نبيه باذن الله. انزل، لو نتكلم عن طموح اخونا الكابتن سالم الفضاله في هاللعبه، شنو طموحك؟ نبي ابعد، نبيك تدرب العالمين هذيل. للامانه توب فايف بالعالم ان شاء الله هالسنه باذن الرحمن، وانت اهل لهذا البوزيشن مثل ما يقولون، وراح توصل له باذن الله. الشغله الاخيره، هل هناك بطولات قادمه راح تشارك فيها اخوي سالم؟ ان شاء الله تاريخ 28 طايرين ان شاء الله باذن الله نيوزيلندا باذن الرحمن. بطوله هي داخليه. حلو، معطينا دعوه وبنروح نشارك فيها. بعدها ان شاء الله بطوله العالم اللي هي ان شاء الله شهر 10 اخر 10 باذن الله. كل التوفيق اخوي سالم الفضاله، وانت انسان مبدع وتستاهل كل خير منها الى الاعلى. واحنا فينا طمع، بس طمع ايجابي ايضا. صحيح، الله يسلمك. اي شيء او اي انجاز رفعت سماعه، واحنا نبي نكون يعني نكون الناس السباقه في دعم وفي بروزه هذا الانجاز اللي للامانه احنا نفتخر فيه. واذا ما كنا جهه اعلاميه تدعم هذا الانجاز ما فينا خير للامانه، لان عيالنا يستاهلون كل خير. اخوي بالعكس، سلمك خليك حبيبي، انا تشرفت فيك اليوم يا سالم. يزيدنا شرف طال عمرك. الله يسلمك، قواك الله. الله يقويك. الله يسلمك. ومن بعد اخونا سالم الفضاله، خلونا نروح نشوف طور ذاتك عشان نرجع نقول لكم قفال وفي امان الله. الإيجابية، تكلم كثير من الأشخاص عن مفهوم الإيجابية في الحياة، وكثير من المختصين في المجال وأيضاً الكتاب اللي اهتموا في هذا العلم وهذا الجانب تكلموا عن الأبعاد المختلفة لمفهوم أو مصطلح الإيجابية. وسبحان الله، الإنسان بطبيعته وبفطرته يميل ويرتاح إلى التعاملات الإيجابية والظروف والأحداث الإيجابية. اللي يجهل كثير من الأشخاص أن الإنسان بطبيعته بدون قصد منه تأتي باليوم الواحد أكثر من 60,000 فكرة. يعني لما يطلع من البيت يفكر شلون بيروح، وين بيروح، وبأي وسيلة بيستخدم، وأي ساعة بيطلع من البيت، شنو راح يلبس، منو راح يقابل، هذه كلها عبارة عن أفكار. فمن بداية اليوم لنهايته تأتي على أذهان البشر أكثر من 60,000 فكرة باليوم. ويقول المختصين أن 80% من هذه الأفكار هي أفكار سلبية، وهذا لا يعني أن الإنسان هو بطبيعته سلبي، وإنما طبيعة الظروف والاختلافات بين البشر والاختلاف في طبيعة الأجواء العامة والتربية والسلوكيات البشرية وأنماط الشخصية يهيئ لنا أن احنا بسبب هذا الاختلاف أن احنا مختلفين وعلى خلاف أيضاً، وليس فقط على اختلاف الآراء أو الأفكار. فالإنسان بدون ما يحس وباللاوعي يعتقد أن معظم أفكاره وأحداث حياته اليومية هي أحداث سلبية. اللي نحتاج أن نوصل اليوم كرسالة لمتابعينا ومشاهدينا عبر الشاشة أن الإيجابية هي قرار يأخذ الإنسان ويلتزم فيه، هي ليست وسيلة يجدها أمامه في العمل أو في الحياة، وليست نصيحة عابرة يجدها من خلال شخص معين ويلتزم بها، هي عبارة عن قرار ذاتي. أنا لما أخذ قرار الإيجابية في حياتي، هذا الأمر يعني أني أنا أمتثل في الإيجابية لكافة المعطيات والظروف اللي تحدث لي في الحياة.
والإيجابية لا تعني أني أنا أمتثل في الإيجابية متى ما كنت أستطيع الامتثال في الإيجابية، ومتى ما ياتني ظروف مخالفة لهذا النمط الإيجابي استسلمت لهذه الظروف الصعبة وقلت أن بسبب ظروف أخرى أنا لا أستطيع الاستمرار في هذا الجانب الإيجابي أو في الامتثال بالإيجابية. فكرة الإيجابية أو قرار الإيجابية أن الإنسان يلتزم بهذه الإيجابية كقرار في حياته وكنهج في حياته أيا كانت الظروف والتحديات والصعاب. فما يصير أنا أحط اللوم على الآخرين وأقول اليوم والله في شخص لف علي بالسيارة في الشارع، أو في زميل عمل في الوظيفة أو في القسم اللي أنا أعمل فيه ما كلمني بطريقة لائقة أو ما تعامل معي بطريقة لائقة، فأنا ما أقدر أستمر بإيجابيتي. مثل ما قلنا قبل شوي أن الإيجابية قرار وهي نهج للحياة يمتثل فيه الإنسان ويلتزم فيه أيا كانت الصعوبات أيا كانت التحديات. مهما كانت الظروف المحيطة فينا فهي لن تكون المقرر فيما نقوم به في شؤون حياتنا اليومية. ولما ناخذ هذا القرار هذا لا يعني أنه هو قرار في مسؤولية تصعب علينا شؤون حياتنا، بالعكس يمكن تكون البداية صعبة لأن الأمر جديد علينا والإنسان عدو ما يجهل، ولكن مع الوقت مثل اللي يروح نادي ويشترك في نادي البداية تكون صعبة، يمكن حمل الأثقال تكون صعبة في الأيام الأولى، بس بعدين جسمه يتأقلم ويتعامل مع هذه الأمور بطريقة مثالية. فالإيجابية هي قرار قد يكون صعب في الأيام الأولى بس مع الممارسة راح تكون طبيعة بشرية فيك وفي أفكارك وفي سلوكياتك، فكر فيها. بكذي وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، في أمان الله تابعونا بحلقة جديدة ببروفايل، مع السلامة.